بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. واهلا بيكم في فيديو جديد على قناتكم، قناة ترافلاستر او بريق السفر، 3 طرق شرعية للاقامة والهجرة الدائمة في ايسلندا. هنعرف ازاي في الفيديو ده انت تقدر تهاجر وتحصل على الاقامة الدائمة في ايسلندا، وطريقة التقديم هنشرحها بالتفاصيل خطوة بخطوة. يا ريت ما تفوتش ولا ثانية من الفيديو ده وتتابع كل نقطة فيه عشان هو مبني على بعضه. هنشرح لكم الطريقة بالتفصيل. ولو انت ما شفتش الفيديو اللي فات بتاع الهجرة لتايوان لازم تشوفه، عشان انا بقدم فيه فكرة جديدة عن دولة جديدة ما حدش يتكلم عنها قبل كده. ولو اتبعت معايا الشرح والخطوات زي ما انا بقول بالظبط، فرصتك في ان انت تهاجر او توصل فرصة كبيرة جدا. ولو انت اول مرة تتفرج عليا، معاك عمر غندور من قناة ترافلاستر او بريك السفر. انا بقدم فيديوهات ومقاطع عن الهجرة لكل دول العالم، وفي كل فيديو بقدم لكم دولة جديدة عشان زي ما قلت قبل كده تنوع من المصادر بتاعتك والحاجات اللي بتقدم فيها، عشان وتقدم في كل فيديو انا بقولك عليه عشان تجيلك الفرصة بتاعتك في الاخر وتقدر ان انت تهاجر. لو انت لسه ما اشتركتش في القناة لازم تشترك دلوقتي في القناة وتفعل الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد باستمرار، وتعمل لايك للفيديو ده، عايزين نوصله 100 لايك، وتشاروا لصحابكم عشان يوصل لأكبر عدد ممكن. مش هطول عليكم في المقدمة اكتر من كده، هنبدأ الشرح العملي على طول بعد الانترو ده. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ رجعت لكم تاني بعد الانترو، وهندخل في الموضوع على طول. اتمنى تكونوا شفتوا الفيديو اللي فات بتاع الهجرة لتايوان عشان مهم جدا. وهندخل في الموضوع على طول، ازاي احنا نقدر نحصل على اقامة دائمة ونهاجر لايسلند. ممكن الاقامة الدائمة دي تتحول بعد كده لجنسية بكل سهولة لو انت اقمت في البلد بشكل مستمر. عندي هنا تصريح الاقامة، يعني انت هتاخد ازاي تصريح للاقامة في ايسلند. عندي هنا الفاميلي ريونيون، ده مش هتكلم عنه. عندي التلات طرق اللي انا قلت عليهم في اول الفيديو يا جماعة، هما العمل والتطوع والدراسة. العمل والتطوع والدراسة هنعرف كل تفصيلة منهم ازاي دلوقتي. ده موقع الهجرة الرسمي لدولة ايسلندا اللي احنا فاتحينه دلوقتي، زي ما عودتكم طبعا كل الروابط في صندوق الوصف هسيبها لكم من غير اختصار روابط مباشرة. هنا عندي بيقول لي العمل الذي يتطلب معرفة الخبراء او نقص العمالة او الرياضيين او المهنيين المؤهلين على اساس عقود التعاون والمهن التعاون والخدمة. هنا عندي حاجة في بالنسبة لأيسلند، إن هي ملهاش قائمة تخصصات حرجة، مش زي يعني ما احنا شفنا في الدنمارك وأيرلندا في قائمة تخصصات حرجة. لا، هنا مفيش قائمة تخصصات حرجة، بس اللي مقصود هنا بالعمل عن طريق الخبراء أو كده، إن انت بكل سهولة لو انت تقدر تجيب عقد عمل فانت بعد كده مؤهل إن انت تسافر هناك. الدراسة والتعليم والمتطوعين. طيب هنشوف دلوقتي، عشان انا اقدر احصل على عقد عمل في ايسلند انا ممكن اعمل ايه. انا هسيب لكم دلوقتي حوالي 5 مواقع معتمدين من ايسلندا، مواقع من ايسلندا نفسها، مش مواقع اللي هي بتجيب وظائف في كل دول العالم. تقدروا ان انتوا تدوروا عليهم على الوظيفة المناسبة. طب انا هدور ازاي؟ هاجي موقع زي مثلا موقع زي الفريد او الفريد ده، اكتب هنا مثلا التخصص بتاعي مثلا كده وليكن سيلز مثلا، لو حد فيكم تخصصه السيلز، اعمل هنا انتر وهشوف الوظائف المتاحة ايه. بدأ ان هو يجيب لي هنا سيلز ايجنت اهو. بتفتح الوظيفة كده، بتقرأ الجوب ديسكريبشن بتاعها، وبعدين بتقدم على ابلاي. لازم السي في بتاعك طبعا يكون باللغة الانجليزية، في شهادات الخبرة، في شهادات اللي انت خدتها لو انت خدت كورسات، الحاجات دي كلها. ده موقع تاني مثلا، ده الموقع الرسمي للحكومة بالنسبة للعمل. بشوف هنا في available jobs at vmst
الوظائف المتاحة بالنسبة للحكومة اللي منزلها، يعني الحكومة الأيسلندية. بكتب هنا برضو التخصص بتاعي، هو هنا جايب كل التخصصات. بحاول هنا اللغة الإنجليزية، طبعا أيسلندا يا جماعة اللغة بتاعتها الأيسلندية، فبتحاول اللغة وبتبحث من غير أي مشاكل. في هنا موقع تاني بيشرح محتاجين فيه الوظائف للكونستراكشن والصحة والاي تي والسياحة. السكيلز اللي فيها شورتج في يعني المهارات المطلوبة في أيسلندا دلوقتي، زي ما الموقع ده موضح، أنا زي ما قلت مفيش لست التخصصات حرجة زي اللي بنشوفها في الدول التانية، بس دي المهارات اللي محتاجينها يعني إلى حد ما: الكونستراكشن المعمار، الصحة، الاي تي، السياحة. لو انت تخصصك من التخصصات دي تقدر تسافر بسهولة. عندي هنا موقع برضو ايسلاند كاريرز، بعمل سيرش عليه وابلاي بكل سهولة. بتكتب الوظيفة التخصص بتاعك، بعمل جوين التيم، بعمل ابلاي، ببدأ اشوف الفاكانسيز الموجودة ايه. عندي مثلا ستور مانجر، عندي information security analyst، دوت نت ديفلوبر، يعني زي ما انت بتقدم في اي وظيفة موجودة في البلد اللي انت فيها بتقدم هنا عادي. الفرق ان الموضوع ده بس overseas. وعندي اخر حاجة طبعا الغني عن التعريف، لينكد ان. ده كان بالنسبة للجزء المهم اللي احنا اتكلمنا فيه عن العمل. طيب حد دلوقتي هيقول لي: طيب يا عم انا جبت خلاص عقد العمل وعملت المقابلة اونلاين واتقبلت، ايه اللي هعمله بعد كده؟ هتقدم على application for residence permit based on work. application دي بتملاها وبتقول فيها البيانات اللي انت هتقدم بيها عن العمل اللي انت خدته، يعني انت خدت عقد عمل، بتذكر في الابليكيشن دي وبتقدمها للسفارة عقد العمل اللي انت جبته، بياناتك انت طبعا الاول، وبعدين بيانات اللي هيشغلك، وبيانات الراتب، بيانات الباسبور بتاعك، الفيزا، انت محتاج شنجن فيزا ولا لأ، الإقامة بتاعتك فين، الإقامة بتاعتك في أيسلاند هتبقى فين. لو انت ليك سباوز بتقول عليه، لو ليك اطفال بتقول عليهم، اللي اهلك برضو بتتكلم عنهم. ده شكل الفورمة اللي انت بتقدمها. عندي برضو هنا فورم يعني هكمل برضو فيها شوية، يعني عشان ما بقاش موضوع مختصر زيادة عن اللزوم. مجال الدراسة بتاعك، التعليم بتاعك، الكريمنال ريكورد، بتقول لهم طبعا مفيش. لو بتحب تضيف اي بيانات تانية، الريبريزنتيف بتاعك لو فيه، اللي فيه الاتعاب بترفقها، اتعاب الابليكيشن، يعني بتختار من التشيك ليست وبعدين بتمضي في الاخر. عندي هنا فورم تانية، لو انت هتقدم على ليميتد وورك تايم، بتقدم في الفورمة دي، يعني عمل محدود بوقت مش عقد عمل دايم. عندي هنا برضو قبل فورمة تانية، أنا طبعا هسيب لكم الفورم دي كلها، هسيب لكم الموقع بتاعها في صندوق الوصف، اللي هو بيشرح يعني بيجيب الفورم دي كل حاجة بتاعت ايه، يعني هسيبها لك. ده كان بالنسبة للجزء بتاع العمل، احنا كده خلصناه. هنشوف كده الجزء التاني بتاع التطوع. طبعا التطوع عشان الناس اللي مش عارفاه، باختصار ان انت تقدم خدمة أو حاجة للمجتمع أو البلد اللي أنت هتروحها بدون أجر مادي. بدون أجر مادي يعني أنت لازم يكون معاك الفلوس اللي هتساعدك إن أنت تعيش هناك، إقامة وسكن وأكل والحاجات دي، وتقدم خدمة للمكان اللي أو البلد اللي أنت رايح تعيش فيها، خدمة تفيد الحياة الاجتماعية والمجتمع هناك. هسيب لكم 3 مواقع عن التطوع في أيسلندا وإيه المجالات اللي محتاجين التطوع فيها في أيسلندا هناك. عندي هنا Volunteer for Peace، Inspiring Iceland، حاجات خاصة بالسياحة، يعني الطبيعة، حماية الطبيعة والمناخ، حاجات خاصة للطلبة. فده موقع انت تقدر تقدم من عليه.
عندي هنا برضو موقع تاني بيقول ان انت لو عايز تتطوع لأيسلندا، عندي هنا انترنشيبس اللي هي المنح اللي بتديك خبرة في دراستك او في المجال اللي انت بتشتغل فيه، بتكون بشكل مجاني، وانت لازم طبعا زي ما قلنا تكون تقدر تساعد نفسك في الوقت ده. عندي هنا انترنشيبس ممكن تقدم فيها، عندي هنا تطوع لفترة طويلة، الموقع ده كويس جدا، عندي هنا مشاريع قصيرة الأجل ممكن تقدم عليها، عايزين بليسمنت اوفيسر مثلا، اوفيس اسيستنت، لوجيستيك كوردينيتور، اكوموديشن مانجر، يعني بدون الدخول في مصطلحات كتير، ده نوع من انواع الشغل اللي انت بتقدمه لمؤسسة اسمها سيدز موجودة في ايسلند. عندي هنا برضو في اللونج تيرم نفس التخصصات دي ممكن تقدم فيها في اللونج تيرم. عندي هنا وورك كامبس بقى، يعني بيقول مثلا في 2015 كانوا منظمين 140 مشروع، فيهم خمسة يعني الناس اشتغلت، عدد كبير من المتطوعين اشتغلوا هناك، حوالي 1200 متطوع من جميع أنحاء العالم من 50 دولة مختلفة. دي كلها برامج انت تقدر تقدم فيها، خاصة بالطبيعة، خاصة بالفنون، خاصة بالبيئة، خاصة بالسياحة، فتشوف البرنامج المناسب ليك وتقدم فيه. ده موقع برضو تاني بيقدم لي خدمات عن التطوع مجانية طبعا في أيسلندا، ممكن تشارك في تنظيم الفيستيفالز اللي هي المهرجانات أو الحفلات، التريل بيلدينج، الزراعة، محتاجين ناس برضو في يكونوا في الزراعة مزارعين، يعني تساعد في عملية الفارمنج، عملية الزراعة بشكل عام اللي هي الحيوانات، تساعد في شغل الحيوانات اللي هي الحاجات دي، دوك سليدنج، تصوير، حاجات كلها جميلة جدا انت تقدر تقدم فيها وتقدر ان انت تاخد فرصتك في العمل كمتطوع في أيسلندا. دي كانت النقطة بتاعة التطوع واحنا كده خلصناها. هنيجي على آخر نقطة وهي المنح الدراسية، وبالمناسبة هنا حابب أنبه وأوضح على نقطة مهمة جدا، الطلبة يقدروا ياخدوا تصريح عمل ويشتغلوا في أيسلندا بشكل عادي جدا، الحكومة بتسمح بكده من غير أي مشاكل. عندي هنا 3 مواقع بيتكلموا عن المنح في أيسلندا. طب أنا هقدر أجيب منحة في أيسلندا إزاي؟ ببساطة تدخل على الرابط ده، بيقولك إن هما 3 أماكن اللي بيقدموا المنح الدراسية، الجامعة دي وجامعة أيسلندا الرسمية والجامعة التانية دي، وفي جامعة كمان اللي هو معهد في للدراسات الأيسلندية. بتدخل على الموقعين دول بالشكل ده، ألاقي هنا البرامج اللي انا اقدر اقدم فيها، يا اما اندر جرادويت زي ما انتوا عارفين قلت لكم قبل كده، او الجرادويت، بشوف السكول اوف انرجي، بقدم هنا، بضغط على اللينكات دي كده، وبعدين بختار المنحة اللي انا عايز اقدم عليها. يعني هنا بختار اسم المعهد مثلا وليكن المعهد ده، بختار المعهد ده كده. عندي هنا التخصصات اللي احنا ممكن نقدم فيها، القانون او السبورت ساينس او السايكولوجي او الكمبيوتر ساينس، ابلايد انجينيرينج والانجينيرينج، بتختار التخصص ده بالنسبة للجامعة دي، يعني بتختار التخصص المناسب ليك وبتقدم عليه. واللي بالنسبة للموقع التاني، هو الموقع التاني اهو، فيه برضو الجامعات اللي انت تقدر تقدم فيها والتمويل اللي انت هتحصل عليه والتمويل اللي انت محتاج تدفعه. ده كان بالنسبة للتعليم، وبكده احنا وصلنا لنهاية الفيديو بتاع النهاردة، الهجرة لأيسلند بـ3 طرق مضمونة وشرعية تماما 100%، التقديم متاح لكل دول العالم، ما تضيعش فرصتك ولازم تقدم. يا رب يكون الفيديو عجبك، ولو عجبك الفيديو تعمل لايك وشير وتفعل الجرس على الكل، و ما تنساش دعمي، ولو عندك أي سؤال سيب لي استفسارك في التعليقات وأنا هرد عليك في خلال ساعة. ونشكركم ونشوفكم على خير، ومع السلامة.